Look. اوه يطيحون تورش هذول حركات كذا ما ادري عني. الصوت مزعج، ما حبيت الصوت حق الشجر ذا مره مزعج. اوكي ودي اذبح ذولا عشان لا يطاردوني لما اجي انط عند الجسر واكون مستعجل. اوه والله جاني ثلاثة. ذبحنا اثنين منهم. اتوقع بموت صراحة. خلنا اجريهم شوية. اوكي بقي ذا الحالة، اعطيه احلى باكستاب الحين. باي باي. واو خلنا نعالج. الحين دمنا فل، بقي واحد. لا كلهم جو اشو وين دمنا. ايه يبي له طلعتين وحاسه. دمنا على اليسار. ما زبطها. طيب خلينا ننط هناك وبعدين نجي. اتوقع هذه كانت هيومن انفجي اول. اوكي نطينا صح. ما في ايتم هنا، ما في ايتم هنا. اوكي سول اوف براود نايت، اتوقع هذه كانت نزلة كذا. حلو. هذا ما كان فيه. مكان متسمع. ريتشارد ريبر. اوه نايس، لقانا من الاسلحة القديمة حق دارك سولز 1. اه حلو فكينا الباب.
ننزل بذات الشيء. أوه طلعنا ما ننزل. طريق مختصر. Bandit knife. Cool. وش الباندت نايف؟ نسيت. طيب كيف نطلع؟ من هنا صح. نفسك بويزن موسم. طيب الحين ننزل كذا و بما اني نظفت الطريق خلنا نرجع للجسر بسرعة بما انه كمان ما في وحوش ولا شيء. نرجع للجسر و نحاول ناخذ الايتم بعدين اسوي هوم وورد واجي واروح للزعيم بسرعة. في ايتم هنا ما اخذناه كويس. كراك داي اورب نايس. والله عندي ايتمات حتى لو بدا الاونلاين زي كذا ليفلي حيكون عالي حغزي مين اصلا. بحاول عندي والله ايتمات واجد. هذه غير في الصندوق. اوكي في فلوس انا بعد على اليسار. نعطيها كذا. واو ولا قدرنا ناخذ الايت. متأكد انه حتى في البيتا عانيت ماني عارف ليه. مشينا بشوية جينا في النص نطينا متنا. متنا دحين مرة ثانية. كويس انا مو مبلغ كثير يعني قدرنا بنروح نباري زعيم الحين فنقدر نعوض. اوكي احاول هالمره اني اذبحهم بسرعه. وين هذا شكله طاح بيجي من وراي. يلا شوف يموت. ايوه تموت من ذا. اوف والله قاعد اشرب كثرة والله. هاك اللي بعده. الله العيال كلهم جوا. اخي ليش تخبص؟
ما موت دول مزعجين. يبيلي قبل النزلة أوقف أو إني أسحبهم بالأسهم، هذه أفضل طريقة، بدل ما أوجههم كلهم مع بعض، إذا كثروا بيزعجونك، فأفضل شيء نستلمهم بالدور. يعني مع إني ما نويت هالشيء، يعني ما نويت إني أجمعهم. فين القافة؟ لأنه مغيروا في الايتمات بكثرة. فين القافة؟ بعرف وش الايتم هذا، ممكن يطلع هيم نفسي. بو. شفته؟ كم واحد؟ أربعة؟ خمسة والله، خمسة. واو، جوني كلهم. واو. هذا السلاح اللي جانا قبل شوية، بندت نايف. تكمل هذولا ايوه كذا احسن طريقة صراحة. كأنه شرد من الروك ستار. بيجي واحد اتوقع الحين. لا والله اثنين. اشوف هذاك ما جاء. الحمد لله. خلصنا لك بلسهم. ممتاز. والله ودي اخذ الايتم. فيني لقافة ما هي طبيعية، ما تدرون قديش ودي اعرف ايش الايتم ذا.
اوكي token of fidelity ايش ده اوكي غيروها زي ما توقعت غيروها طيب نبي نسوي هومورد ونروح باذن الله لزعيم الحصان واو 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 بريزيركر بليد ابي ذا السلاح ذا كاتانا اوف بريزيركر باي اتس نيم كاتانا السلاح ده هذا وين دي الكاتانا كلها مخفيه الكاتانات شكله الأسلحة القوية تلاقيها في نص اللعبة اوكي هالمرة ابى اجري واروح عليهم باب الزعيم على طول ما نبى نتفاهم مع احد بس نغير خاتم البسة ايش نحط increase boys ولا لا لا هذا ايه نعبي دمنا شوية ونروح نباري الزعيم بنجرب معاه مرة اذا قدرنا قدرنا اذا ما قدرنا ان شاء الله تعالى في الحلقات الجاية في الحلقة الجاية مو في الحلقات الجاية الحلقة الجاية نروح نهزمه اوكي نتذكر كمان في واحد احمر هناك واو جابوني والله انهم سريعين واو والله جابوني يبي افتك منهم ما ينفع كذا مره ما ينفع ما هي كول اوف ديوتي هذه دارك سولز اندرع مع السريع الزعيم بس دول سريعين ول يلا ما في الا اني اذبحهم اسحبهم واذبحهم الله يستر او فاتني ذا الخاتم شكله بروح اشوف التسجيل ايش طلع نيم شيء انجريفت كروب ما ادري ايش فايدته لاني اول مره اشوف اوكي ما في الا نذبح صراحه اعطانا تورش والله تورش ثاني هذول يمديك تفرم التورش من ذولا اهم شيء ذول الطوال الله يرجعهم لحقوني لين باب الزعيم يمديك تفرم الكراك تاي اورب من ذولا حجار الغزو تتفرم شكلها او مجموعة تبيع لك ما ادري بس اتوقع انها تتفرم لحد الان انا اشوف انها تتفرم يعني هي والبلو ما يزعجكم والله زعجوني ذولا غثاني مو زعجوني والاسهم صارت تمشي مستقيمة ترى لو لاحظته ما هي زي دارك سولز تميل في دارك سولز كان يبي له وزنية الاسهم اوكي بقي اخر واحد اتوقع
ما اعطانا شيء. اوكي الحين نروح براحتنا. شكلي بذبح الابو احمر ذا، نتضارب معاه نموته. امشي ونعطيك باك ستوب يا رجل. صعب. اوكي نصد كل ضربات. واحد اثنين ثلاث. الحين نعطيك باك ستوب بعد ثلاث ضربات تعتبر. تبل الطيح. لا 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 ما اتفقنا على كذا. لا يا رجل موتنا. كان باقي له تفلة. مشكلته مسك السيف بدنا الثنتين وعطانا على راسنا. مسكين ذا الزي منتظرنا والله من زمان. كليمور بدي اروح اشتريه. مين كان يبيعه؟ اتذكر كان في واحد يبيعه. الحين انا ما بستعجل واجري اجري اجري نفس الطريقة. نروح لهم على رواقة نذبحهم اضمن لنا. اوه هذا كل مرة يعطينا التورش. اظن كل واحدة فيها 5 دقايق. اوبا ما اعطانا شيء البخيل. لا 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 ضيعنا 10,000. ما ادري كيف يعني. بعض الاحيان اكون قريب ما بيجوني، بعض الاحيان بس مجرد اطب بيجوني. هذا احسها بقات ولا حاجه يعني. قبل شويه وصلت لنا الاخير وما طب. في مره ما طب ما نزل وانا تحته. الحين لا نزل واحد كلهم ينزلون لك. شيء زعل والله. وما ابي اجري للباب الزعيم وضيعنا على نفسنا ما ادري كم مبلغ. مبلغ جامد والله. لما ذا ممكن يعطينا تورش. والله ذا ايش هذا 100% يعطيك تورش ضمان. كل رن قاعد يعني. هذا اللي استفدته من الموتات دي. كم صار مدتها؟ ساعة مدتها اذكرها كانت 9 دقائق.
امشي. اوكي انطلق. والله قهر ولا شكلهم عارفين انه عندي فلوس هناك فيستهبلون. شايفين؟ هذا جاء كذا من لحاله. او شكله قبل ما ينط عيال في واحد هنا ما ادري يعني كذا هم غثيثين. ما ضبط البوكس ده. يكون خويانا جايين. ما ادري اظن في واحد منهم اختفى. لا والله موجود. اوكي انا راح اتفاهم مع ابو احمر ذاك ان شاء الله هالمره بنطب على زعيمنا زعيم الحصان. خلينا ننتبه لانه هنا في طيحات. انتبهوا من ذي المربعات. معانا 6 اسس فلاس كويسه مطوره بلاس 3. استمرة 1 2 2000 شوية طالع. ما في ايتمات ما في شيء. والله في ايتم هنا بس خلوا بعدين. ما صدقت اوصل للزعيم. اوكي فكروا في الزعيم هذا لازم نجري وننزل عليه باب لانه بيكون راكب حصان. بيكون راكب حصان انه يبرن ف هذا هو لازم نحرك ذا الشيء ونقفل ذا الباب عشان يطيح بعدين نتضارب معه. في هياكل عظمية وفي الساحر اللي يخلي الهياكل العظمية يعيشون. أول شيء بننزل الباب نذبح السحرة بعدين نهتم في الزعيم. ولا بيكون فايت ضد الثلاثة كلهم. زي ما انتم شايفين هذول هم الهياكل. وهذا جاي انا على طول نستخبى زي كذا في الغرف ذي. اجري. اما ما في استمرة كمان. وين اول ساحر؟ هذا هو
الحين يموتون من يموتون من الهيكل من الحصان يعني لو دعسهم يموتوا. فأنا بزبن هنا شوية أخليهم يموتهم لي. هذا هو الباب كمان ننزله. كما شايفين قاعدين يموتون قريبا ماتوا. نزل الباب الحين خوينا بيطير. بقعد ادور على جنبه اليسار. عنده ضربات ترى سحر فانتبهوا منه. حاول انك تكون ملصق فيه. اوه رفسنا بس حاول انك ما تيجي وراه. لصق فيني لصق فيني. هذه هي ما موتني. ضربنا بالسحر اخوان في الله. بس سهل الفايت. الزعيم مو مره صعب. الزعيم ابدا 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 مو مره صعب. فان شاء الله تعرف الحلقه الجايه نجي ونلطم من اول الحلقه باذن الله. فيا هذا كل اللي عندي يا شباب. اتمنى الحلقه عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه من تختيم دارك سورس 2. كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.